العفو العفو. مرحبا مرحبا، هلا وسهلا. جمع موسم الحصاد انطلق بربما خطوات قل واحنا متفاوتة بين الجهات، ونذكرك بدعيتوا جمع خاصة مش يأمنوا الصبا متاحهم عند جمع، ذكرني في الكلمة المراكز المعترف بها والمصادق عليها من قبل الدولة، المستودعات هكا ولا ايه شنية الحكاية جمع؟ مفهمش أسعار ومفهمش جمع الحد ليه المقرر من 21 ماي هبطنا بلاغة دعينا فلاحتنا باش نخرطوا في تسليم المحاصيل لمراكز المصادق عليها. تعرف عملوا مرينا بسنة صعيبة ياسر دونك، وجدنا حتى صعوبة باش حصلنا البذور متاعنا دونك، وهذا واجب وطني مش خيار. سنة سبقنا كنا سباقين ودعينا وأكدنا على فلاحتنا باش يسلموا محاصيل الشعير اللي بدأ الأول لكل مراكز باش نصحظوا على البذور متاعنا. الحبوب كيف ندعو كل فلاحتنا المراكز اللي مخصصتهم الدولة خواص ولا ديوان الحبوب كيف خطر حتى السنة العام خير من عام نول، لكن ما هوش اكسلون نو دونك، من واجبنا كيف باش نحصلوا بذور متاعنا ونخليه البقية للاستهلاك المحلي دونك. ولكن نقطة استغراب اليوم نتفاجئوا، الموسم انطلق، السعر انطلق، الحبوب انطلق في أغلب الولايات الجمهورية، واليوم مازال ما هبطش مقر الأسعار. الفلاح مش يسلم لك، وفلاح متاعنا تعرف فلاح راهو بحسب عالمي يقول لك ايه انا لزمت الدوله يبقى نسوه مش يقبل عليا مش نبيع عليك معناتها ماهيش مش تبدل ديكيتو دوبل ميكون مقبل في تشاور في واحد وزاره ديما تهبط تستبقها وسعرها واحد ماهوش ماشي يعطيني رساله تطمين رساله تطمين باش فلاحه تنخرط في العمليه. ما بنعرفش علاش تاخير هذايا، علاش كل عام تهبط ها السعر؟ عندك المنحه الاضافيه 10 دينارات للتشجيع كل عامين توا تصير ماذا بينا واصرينا والحين على السيد الوزير باش تهبط واحد ما هبط لا مقر الاسعار لا المنحه لا حتى شيء. فما ضبابيه الفلاح اليوم يكلموا فينا هي مش نقبلوا بنا سعر كيفاش؟ هو ده مش تاخر كيفيه خلاص تعرف راه الفلاح امكانياته بسيطه جدا. نعطيك على ذم الدولة حدد لي السعر متاعي انت، مش حتى الفلاحتي مش تشري من اي مزوج من اي مزوج تشري اعطيني السعر بقديش نص ماذا بينا لوزارة الدارك مقرر يهبط من غير معقول نبداو نحسدو ونسلمو في المنتوج متاعنا وما نعرفوش السعر ما اتفاق مبدئي على السعر ما تجيش عملية بيع وشراء فيها تحديد السعر في الاول مع تجربة الصابة اللي باش تجمع الكلها مع سي فتحي الكلها لازمها تمشي للمستودعات هذوما ولا ينجم الفلاح يبيع في السوق؟ خلنا نتفاهموا ساعة على الموضوع. هو منظومة الحبوب راهي مقللة دونك ثم مستودعات خاصتهم ديوان الحبوب ولا مجمعين خواص كله تحت رقابة ديوان الحبوب، خاطر هذه الحبوب ثروة وطنية وتعرف قيمة الحبوب في الغذاء التونسي كل ما شيء دونك تحت شرف ديوان الحبوب وزارة الفلاحة تيتان دونك ماذا بينا كل يمشيوا المراكز المخصصة هذه الدولة تعرف المخزونات وتعرف مش تورد وتعرف مش تخلي بذور دونك عملية مقننة معناتها محسوبة كل واحد مقننة بالجدال حبوب حتى نقل الحبوب في الطرقات فيه ترخيص خاص وفيه ماهوش أي واحد نزي مخزن. احنا لازم الدولة ننجو لبلادنا ما عندناش مزيل هذا لكن حدد لي السعر اليوم بقداش باش يفرق العمناول حسب رايك سي فتحي ولا بعد شويه الموضوع؟ عمناول بقداش مقرر الاسعار عمناول تقريبا؟ عمناول فما السعر 130 وال10 دينارات المنحه دونك، وتعرف السنه حتى السخان اللي جت في مارس واحد اثرت حتى لنا اسبوعنا قلنا حتى في السلم التعيير ماذا بينا ما نكبسوا شويه على الفلاح باش يكون ديما دافع وتشجيع الفلاح راهو باش ننجو ما نلقاوش عزوف ديما نحفز الفلاح متاعي ما يبعدوش على القمح والشعير. احنا قاعدين نشوفوا ما لرزمو فما سنين الفلاح عانوا من المنظومه هذه اتجهوا لزراعات اخرى بدلوها اشجار مثل هذا راهو مش معقول. غدوا مني مش نوكل الشعب التونسي نصرفوا 3.6 مليون طن دونك راهو ماذا بيا نحس الفلاح اذا لزم ندعمه نشجعه ونعطيه حافز باش نشجع الفلاح على الاقبال على المنتوج هذايا مش نخرج الناس وغدوه نكسر في التوريد في التوريد في التوريد، خاطر اذا اليوم السوق العالميه تواتي فتره الاسعار منهاره هي وقت ارتفاع الاسعار المجموعه الوطنيه مش تدفع الثمن. ماذا بيا في نطاق سياستنا اللي دعينا لها السيادة الغذائية راهي تبدأ من الحبوب. الحبوب أهم حاجة في الغذاء، تعرف ليبات والكسكسي والمقرونة والخبز دونك هذوما الكل ماذا بينا نرجع تونس كما كانت تنتج ما تستهلك
باهي، تو نرجع نمشي معاك شويه لتجربه الجنوب، بعد نسالك عليها شويه التجربه اللي صارت في تطاوين، لكن قبل هذايا حبيت نسالك شويه مقارنه الاسعار نتاع مناول 130 دينار السعر مع 10,000 اليوم 10 دينارات كمنحه، هل انه السنه معناتها الانتظارات نتاعكم باش يكون في نفس المستوى ولا باش يكون فما ترفع شويه؟ والله احنا ماذا بينا ديما تحفيز الفلاح، فلاح راهو اي منتج ديما إلي غورمو غورمو من حقه، مي احنا ماذا بينا يهبط المقرر قبل كل شيء، عملنا الاسعار اذا فما إضافة يا حبذا حتى تعرف مدخلات الإنتاج من سنة إلى أخرى ترتفع، راهو الأدوية تأخذها سنة بسوم، مستحيل أنك العام الجاي تأخذها بنفس السوم، مستحيل من باب المستحيلات، دونك ثم ارتفاع سنوي في مدخلات الإنتاج راه. وإحنا نعرف جبل الأسعار حتى في العالم، في الميكنة في كل شيء، دونك إحنا المهم يهبط المقرر باش يعرف كل طرف ما له وما عليه. حتر انا مش نبدا ننتج بديت نعصب ومش نسلم منتوج نتاعي، من غير المعقول نسلم منتوجي، عندنا ثقه في بلادنا وعندنا ثقه في دولتنا، ولكن مثال فلاح بسيط وامكانياته بسيطه، راه قول لك انا وحدد لي باش نعرف واش نسلم، مثال مقرر يهبط باش ترتاح الناس الكل، راه مش نعرف اليوم قداش نبيعوا. اي طبيعي جدا، انا مش نعطيك المنتوج ما عندي وين هازو، مانيش عندي على الدوله هذه، اعطيني مقرر الاسعار، يهبط مقرر أسعار غدوة في كيفية خلاص كثرة، يوخر مقرر أسعار غدوة حتى المخزنين اللي ماشي يقبلوا منه كل شيء، العملية خلاص الفلاح توخر، والفلاح تغطيه يدخل بيالات مع مزودين مع بنوك، ماذا بين العملية تكون عملية آلية مية وثلثة، ما فيهاش ما فيش تغييرات جديدة، تقريبا على كل سنة موجودين المقررات كل سنة. وزارة الفلاحة هي اللي تصدر المقرر. وزارة الفلاحة هكا دعوة ربما في المباشر اليوم للتسريع بإصدار المقرر هذا حتى الفلاح اليوم بلا خرج المقرر بيه. وإحنا لازمة الدولة ومنتجاتنا كل المحطات التخزين هذه المصادقة عليها والمراقبة من طرف ديوان الحبوب. بإيسي فتحي أنت خبير في الحبوب وخبير اليوم في الفلاحة، التجربة اللي انطلقت في الجنوب ألقاب كبيرة لك الليلة تستحقهم عن جدارة. سي فتحي جمعة التجربة اللي انطلقت في الجنوب ونعتبروها تجربة نموذجية معناتها على مستوى زراعة عدة أصناف من الحبوب، وحتى جمعة ربما الأبحاث واكستغامة نقرروا شنية نوعية الحبوب اللي أعطت مردودية ممتازة، تحويل الصحراء التونسية اليوم إلى مزارع من الحبوب تعتبرها تجربة اليوم رايدة ولا فيها صعوبات ولا شنو حسب رأيك؟ والله رايدة، فيها صعوبات أكيد، هو اتجاه للجنوب ونقصر الحديث الجنوب فيه او فيه خاطر المثلث بين الارض الجزائريه والليبيه والتونسيه، وانا عملت فلاح ونعرف مخزونات المياه، فما مخزون مياه استراتيجي غاد بلاد تغل فيه، ليبيا تغل فيه، عندنا احنا الجنوب يا اخي في فترات فما مناطق في الجنوب ما يدخل حتى واحد، اولا الارض التونسيه يلزمنا نسمنوها، اي شبر في البلاد هذه واي قطره ماء في البلاد هذه يلزمنا نسمنوها، احنا عندنا شح مائي في كامل تراب الجمهوريه نتيجه التغيرات المناخيه، اليوم من واجبنا نسمنوا قطرة المياه اللي موجودة في الجنوب. اتجهوا المعهد وزارة الفلاحة مع واحد الوطني للزراعات الكبرى لتسمين بذور تونسية أصيلة، واحد اختاروا الجنوب. التجربة بدأت السنة مشى سيد الوزير وأشرف على عملية الحصاد، نتمناو أنه معهد الوطني للبحوث الزراعية يعمل يوم وطني ويعطينا النتائج هذه، وإذا نتائج طيبة مردودية وجدوى مائية بلون إدريك وكلفة وكل شيء فوركوا با، خاطر جدودنا أكيد جدا كانوا يزرعوا في الحبوب في الجنوب في كامل تراب الجمهورية كانوا يزرعوا. التغيرات المناخية بدلت، ننتظر إتمام العملية بكاملها ونشر المعطيات الفنية للتجربة هذه، خاطر أي تجربة لازمك تخرج النتائج نتاعها ونثمنوا كل مجهود جديد باش يأمن الغذاء للتوانسة إن شاء الله. هذا من نتمناه لأنه جينا تصاور الحقيقة أي فلا أكيد جدا من برج الخضر البنزرت قادرة باش تنتج هكا على السيادة الغذائية، ما تجيش في بلاصة برك تعرف توا نعطيك كيف تاريخين بلاد القمح والشعير في التغيرات المناخية السنوات الأخيرة ديما فما نقص في المردودية، نقص الأمطار نحبة الأمطار، إذا غدوا ما جينا أي منطقة في تراب الجمهورية باش تعوض منطقة أخرى، هذاك من واجبنا استغلالها، وهذاك علاش وزارة الصحة مشات لعمق الصحراء، ديجا ثم تجارب اخرى في الزيتين في الجنوب واراضي شاسعه بكميات كبيره، دونك نسمنوا اي منتوج في منطقه اخرى لتثمين اراضي ما نخليش ارض بور، ولتثمين اي قطره ما في البلاد هذه لتحقيق الامن والسياده الغذائيه.
واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة. فقط هو سؤال من احد الفلاحة اللي تواصلوا معنا، ما نعرفش تنجم نجاوب عليه ولا سابق لاوانه. يقول لك بلط القرد السنه قداش توصل، والقلبه نتاع القمح قداش توصل سي فتحي؟ والله ما نحبش ندخل انا في الاسعار. اما القرد اكيد جدا اقل من عام نوله، واكيد جدا السنه بالتدخل نتاع المشروع الجديد ديوان الوفاه للاعلاف مش يقص الطريق، مش يقطع الطريق امام المضاربين. دونك ان شاء الله الخطوط التمويل اللي وضعتهم الدوله 30 مليون دينار نتاع البنك الوطني الفلاحي و10 مليون دينار نتاع بنك التضامن، ان شاء الله يكونوا رافد للفلاح باش يتمتع ويقتني الاعلاف نتاعهم بدون المرور بالمضاربين. دونك اكيد جدا السنه هذاك يلزم ينعكس على اسعار اللحوم الحمراء من هنا لاخر سنه ان شاء الله، لازم يكون عنده المردوديه الاقتصاديه على اسعار الكلفه عند الفلاح وبالطبيعه على الاستهلاك عند المواطن. ان شاء الله هذا بدات بلاوه القلبه نتاع القمح، ما تنجمش تحددها لحد الان. القمح ما نحبش ندخل مونوبول عند ديوان الحبوب الوحيد مخول باش يحدد الاسعار ديوان الحبوب واحتري منافسي. شكرا لفضلك، شكرا جزيلا سيد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحة وسيد البحر، شكرا لك على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. يلا وصلنا.